مساء الخير. بسم الله الرحمن الرحيم. حسنا فعل الأستاذ حمدين صباحي بأن أعلن أنه بشكل شخصي يعلن ترشيح نفسه لمعركة الانتخابات، ويكون كمان من الأفضل أنه لو الدكتور عبد المنعم الفتوح قرر أنه هو ينزل معركة الانتخابات أو أي شخصية سياسية لها رصيد شعبي في الشارع زاد أو قل، في نهاية الأمر نحن لا نريد انتخابات شكلية أو ورقية، لا نريد أن تتحول المسألة إلى استفتاء على رجل شعبي بمعنى نعم أو لا، ويكون هو وحده دون سوى المطروح. نريد انتخابات كما قلت من أسبوعين تنافسية بين متنافسين ببرامج محددة من الممكن أن تكون شديدة الاختلاف، كل واحد يحدد فيها رؤى يحصل على حقه المتساوي في الشرح والدعاية والوصول إلى الرأي العام، يناقشه الجميع، تناقشه الصحافة، تناقشه وسائل الإعلام، وفي نهاية الأمر يترك للجماهير صاحبة الحكم أن تقول كلمتها داخل الصندوق الزجاجي. هذا ما نريده، ومن الأفضل إذا كنا من مؤيدي أو من أنصار المشير عبد الفتاح السيسي أن تكون الانتخابات هكذا وليست شكلية أو ليست لمجرد دعم مرشح واحد، لأنه في النهاية كلما كانت الانتخابات حقيقية وتنافسية في ظل قيود واضحة وشفافة ووفق رقابة شعبية لا تشوبها أي شائبة، هذا يعطي شرعية حقيقية للمرشح الرئاسي الفائز. هذه نقطة بالغة الأهمية، لذلك لا يجب أن نناصب أي من يرشح نفسه العداء. نحن الآن نريد أن نرسي مبادئ، ولسنا في صدد الدفاع عن أي شخص كائنا من كان، مهما كان الحب الجماهيري له ومهما كانت العواطف بالنسبة له. نريد انتخابات حقيقية. هذه نقطة. النقطة الثانية، ضيفنا وضيفكم في هذه الحلقة اليوم هو صديق قديم أعرفه جيدا وأعرف اجتهاداته منذ اليوم الأول الذي عرفت فيه الباحث والكاتب الدكتور عبد الرحيم علي، وهو كما هو الرجل المدقق الباحث المشاغب الذي يقرأ ما بين السطور، الذي يحاول أن يغوص في أعماق الجماعات الإسلامية ويحاول أن يفهم بالضبط ما بين الكلمات وما بين المفردات، ودائما كان يكون مختلفا وكان دائما ينذر ويحذر. وأعترف أنه كثير مما قاله وكثير مما كان يردده في الماضي وكنا نختلف معه فيه أثبتت الأحداث أنه كان صحيحا، وأستطيع أن أؤكد أنني شخصيا أجريت معه 6 حلقات حول فكر المراجعات حينما صدر من الجماعات الجهادية داخل السجون، وأصدرت هذه المراجعات تحت رعاية الدولة وبتأييد من أجهزة الأمن، وكان وحده، وهنا أكرر وحده دون سوى، الذي يشكك في مصداقية ما جاء في هذا الموضوع، ليس تشكيكا من منظور غير موضوعي، ولكنه كان يستشهد بالنصوص نفسها التي جاءت في فكر المراجعات ويقول يا جماعة الناس دي بتضحك عليكم، الناس دي هتنقلب مرة تانية وحتتنازل عما وصف بأنه فكر تصحيحي أو فكر مراجعة لفكرة العنف والقتل ومحاولة السيطرة والاستيلاء على السلطة. هذه شهادة أقولها بصرف النظر عن حبي أو عدم حبي لعبد الرحيم علي. تاني زي ما قلت في موضوع الفريق السيسي ودلوقتي بقول الدكتور عبد الرحيم علي، ولا تكتموا الشهادة، الحق واضح، هذا الرجل فعل هذا الأمر بصرف النظر أنت معه أو ضده. عايزين نفصل الشخص عن الموضوع. هذا ما قاله عبد الرحيم علي، وأثبتت الأيام أن قيادات هذه الجماعة التي كانت تتحدث عن المراجعة وعن التصحيح دخلت مرة أخرى في الإرهاب
وبعنف وبتوغل، وأثبتت الوثائق وأثبتت الأحداث وأثبت حتى وجودهم اليوم أنهم موجودين خارج الوطن في قطر، ومن منهم داخل الوطن يشجع على استخدام العنف والإرهاب مرة أخرى. فبالتالي ليست هناك مراجعة ولكن هناك تراجع وكذب عن هذه المراجعة. احنا مستضيفين الدكتور عبد الرحيم علي ليه؟ لأنه أقام الدنيا ولم يقعدها، هذه حقيقة. ما بين مؤيد ومعجب لما قاله، وما بين معارض وناقم على ما قاله، وكل واحد حسب موقفه السياسي المعلن. أنصار الفريق السيسي الذين كانوا يشكون من مواقف بعض الثوار وبعض التيارات اعتبروا ها هذه هي الوثائق الدامغة التي تثبت أننا كنا على صواب، وثوار التحرير الشباب الذي يمكن أن ينتمي إلى التيارات الليبرالية، جماعة 6 إبريل، أنصار حماس، أنصار جماعة الإخوان المسلمين، أنصار بعض التيارات التكفيرية، أنصار القاعدة، يمقتون الرجل ويعتقدون أنه يدس عليهم معلومات، وأن هذه القصة هي مصدرها يأتي من أجهزة أمنية تسعى إلى تشويه صورة التيار الإسلامي حسب وجهة نظرهم، وأن هذا التيار الإسلامي حسب وجهة نظرهم هو الذي يمكن أن ينقذ البلاد والعباد من الحالة اللي هي فيه. إذن نحن أمام مدرستين متصارعتين من التفكير. الرجل بالتأكيد يستحق المناقشة، ويستحق أيضا كما هو يدقق في كل الأمور أن نحن أيضا ندقق فيما قال وفيما فعل. نحن دعوناه وهو لبى الدعوة، بعد دقائق أيضا نناقش الدكتور عبد الرحيم علي في تسريباته وفي وثائقه، والحوار كالعادة سيدور بكل حرية وكل شجاعة، وصدقوا مع عبد الرحيم علي سيكون بهدوء. أصدر البرلمان الأوروبي تقريرا عن مصر طلب فيه قوات الأمن الالتزام بضبط النفس وتجنب العنف، ووجه انتقادات للسلطات الانتقالية بالقاهرة وللدستور الذي وافق عليه المصريون بنسبة عالية وبنسبة مشاركة كبيرة، فيما تجاهل تماما ما تتعرض له المصالح المصرية من عنف وإرهاب على يد جماعة الإخوان. وردت الحكومة في تصريحات لمسؤوليها برفض ما ورد بالبيان، كما أعلن البرلمان العربي رفضه القاطع لما اعتبره تدخلا في الشأن المصري. قال حمدين صباحي مؤسس التيار الشعبي المصري أنه قرر رسميا خوض معركة انتخابات الرئاسة المقبلة. أكد العقيد أركان حرب أحمد علي المتحدث العسكري أن قوات الجيش الثاني الميداني تمكنت من إبطال مفعول عبوة ناسفة شديدة الانفجار زرعت على أحد جانبي الطريق الساحلي الدولي، حيث كانت مجهزة لاستهداف عدد حافلتين إجازات تابعة للقوات المسلحة. وقال علي أن طائرات القوات الجوية استهدفت عدد من البؤر التكفيرية والإرهابية جنوب الشيخ زويد، أسفرت عن مقتل 16 فردا من العناصر التكفيرية شديدة الخطورة. يعقد أحمد المسلماني المستشار الإعلامي رئيس الجمهورية لقاء مع شباب ثورتي 25 يناير و30 يونيو الاثنين المقبل بمقر قصر الاتحادية الرئاسي بمصر الجديدة للتأكيد على أهداف الثورتين وبحث المشهد السياسي الراهن. أعلنت إمارة منطقة المدينة المنورة مقتل وإصابة العشرات إسر حريق شاب بأحد الفنادق الذي يسكنه أكثر من 700 شخص من جنسيات متعددة بينهم مصريين بالمدينة المنورة. تعرض الرئيس الأسبق حسني مبارك لوعكة صحية أثناء محاكمته اليوم أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، وذلك بسبب انخفاض ضغط الدم. وفي نهاية الجلسات أكدت المحكمة نظر القضية للغد.